وخلينا نشوف في ماتشات بكره، في 3 ماتشات بكره، الاسماعيلي والجونه. في الجونه ماتش قوي جدا، فرقتين عندهم 26 نقطه، يعني الفرقتين عايزين يكسبوا الـ3 نقط باي طريقه عشان يبعدوا عن المقاولين وايسترن كومباني، ويضمنوا، مش هقول يضمنوا البقاء في الدوري من دلوقتي، لكن تبقى خطوه لبقائه. وطاقم برضه مميز، احمد حسام واحمد توفيق مساعدين، السيد منير حكم رابع، محمود بسيوني حكم فيديو، هاني عبد الفتاح حكم فيديو. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المباراه، ونستمتع بمباراه مميزه بكره ان شاء الله. خلينا ناخد بعض الاخبار كده السريعه. حسين الشحات وصل قطر عشان يعمل عمليه الغضروف، وبعملوا له طبعا اول ما وصل هو دكتور احمد ابو عبله دكتور الفريق الاول في النادي الاهلي، هيعملوا له بعض الفحوصات الطبيه قبل ما يعمل عمليه الغضروف. الاهلي عايز يتعاقد مع 3 لعيبه من فيوتشر، محمد رضا بوب واحمد رفعت واحمد عاطف. انا قلت لكم حتى يعني في صفقات، يعني صفقات تبادليه ممكن تحصل ما بين الاهلي وفيوتشر خلال الفتره القادمه. الاهلي تعاقد مع مريم ثروت لاعبه كره الطائره، كانت بتلعب في نادي الزمالك وانتقلت للنادي الاهلي السنه دي. حتى في الفولي بول بالنسبه للبنات الزمالك خد لعيبه من الاهلي، والاهلي هو بياخد مريم ثروت لعيبه الفولي بتاعت الزمالك. كابتن هاني سعيد النهارده المدير الرياضي لنادي بيراميدز قال الصراع الثلاثي على لقب الدوري امر رائع، وهدف بيراميدز التتويج بالبطوله. ابراهيم عادل بيقترب من العوده لتشكيله بيراميدز في مباراه الزمالك القادمه.